مرحبا واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الباوند كيك المالح يقدم كوجبة خفيفة او مع وجبة الافطار، وهو من المطبخ الانجليزي، وهو عبارة عن كيك يضاف اليه الزيتون والجبن والملح وغيره من المكونات. باش نجربوا هذا الكيك ما عليكم الا تبعوا الخطوات اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو، وان شاء الله غادي ينجح معكم وبالصحه والراحه. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التعليقات اللي كتعطيونا، وشكرا لكم من جديد. مرحبا بالجميع، اليوم غادي نقدمو كيك صالي اللي كيجي على هذه الطريقه اللي رائع وجديد وبنين. الا بغيتي تعرف الطريقه ما عليك الا تتبع الخطوات اللي غادي نوضعو لك في هذا الفيديو. بعد ما خدينا المقادير غناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضعوا فيه ثلاثه البيضات ديالنا، وغادي نحاولوا نحركوهم. هذا الكيك صالي كيجي رائع وبنين ولذيذ، ما عليك الا تجربوا لاننا غادي نقدموه لك بطريقه بسيطه وسهله. انا غادي نضيف الحليب تقريبا واحد 100 غرام، وغادي نضيف الزيت 50 غرام، وغادي نحركوا العناصر كامله مزيان. والان غادي نضيف الدقيق 150 غرام، والخميره لي 7 غرام او ساشيه، وغادي نحاولوا مره اخرى نحركوا العناصر ديالنا حتى كيتخلطوا لينا مزيان. توجدوا هذا الكيك غير في 10 دقائق، ما غاديش يحتاج منكم وقت طويل، ونسبه النجاح ديالو مضمونه 100%. ما عليكم الا تجربوه وبالصحه والراحه. بعد ما خلطنا الكيك ديالنا غادي نحاولوا الان نضيفوا القزبر والمعدنوس والزيتون الاخضر والاسود والانشون وكذلك الملح والابزار، وغادي نحاولوا نخلطوا جميع المكونات، وهذه المكونات على حسب الرغبه ديال كل واحد، يعني كل الكميه اللي بغيتوا على حسب الرغبه ديال كل واحد فيكم. بالنسبه للكميه وغادي نحاولوا نخلطوا جميع المكونات، وغنمشيو نوجدوا المول اللي غادي نوضعوا فيه الباوند كيك المالح اللي عندنا. الطريقه اللي غادي نوجدوا بها المول ديالنا بسيطه ومعتاده، يعني تقريبا الجميع كيعرفها. غادي نحاولوا ندهنوا المول ديالنا بالزبده، وغادي نضيفوا عليه بابيكوسو او مانيلا على الجوانب باش ما نحاولوا ما يلصقش لينا الباوند كيك. الطريقه اللي كتشوفوا طريقه سهله ومعروفه عند الجميع. بعد ما قدينا المول ديالنا كناخذوا الباوند كيك ديالنا كنضيفوا على المول وكندخلوه للفران تقريبا 180 درجة و 30 دقيقة، ونتلقاو بالشكل النهائي اللي غيخرج به الكيك باوند ديالنا. وكنتمنى تجربوه وما غاديش تندموا، وبالصحة والراحة. اشتركوا وتفعلوا جيل الجرس وتفعيل جيل الاعجاب، وتعليقات ديالكم كتهمنا. وشكرا لكم ورمضان مبارك سعيد.